أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للوقوف على ما جاء في بيان مارتن جريفيث المبعوث الأممي إلى اليمن ومنسق الشؤون الإنسانية مارك لوكوك بشأن المخاطر التي تهدد مخازن البحر الأحمر بسبب منع الميليشيا للمنظمات من الوصول والاستفادة من الحبوب المخزنة. حذرت الأمم المتحدة من تعرض كميات كبيرة من القمح في الحديدة لخطر التلف في ظل تعذر الوصول إليها بسبب القتال، وأكد المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن جريفيث ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك في بيان مشترك كدا تزايد الأهمية العاجلة لوصول الوكالة الدولية إلى مخازن البحر الأحمر في الحديدة يوما بعد يوم. أضاف أن كميات الحبوب التي قام برنامج الأغذية العالمي بتخزينها وتعذر الوصول إليها تكفي لإطعام نحو 4 ملايين شخص لمدة شهر. وكان لوكوك قد دعا الخميس الفائت ميليشيا الحوثي للسماح بالوصول إلى مخازن القمح الواقعة عند الأطراف الشرقية للحديدة. نتوقف عند هذه التطورات لنناقش في محورين: ما هي المخاطر الناجمة عن منع الميليشيا المنظمات من الوصول إلى مخازن الحبوب، ولماذا تكتفي الأمم المتحدة بالبيانات فحسب بينما لا تحرك باقي المنظمات ساكنا أمام الأخطار التي تهدد حياة ملايين اليمنيين؟ تحذير جديد للأمم المتحدة بشأن خطر جديد قادم يتهدد اليمنيين ويضعهم في مواجهة الموت جوعا. التحذير جاء خوفا من تعرض كميات كبيرة من القمح في الحديدة لخطر التلف في ظل تعذر الوصول إليها بسبب القتال، حيث أكد المبعوث الخاص مارتن جريفيث ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك في بيان مشترك تزايد الأهمية العاجلة لوصول الوكالات الدولية إلى مخازن البحر الأحمر في الحديدة يوما بعد يوم. وأضاف أن كميات الحبوب التي قام برنامج الأغذية العالمي بتخزينها وتعذر الوصول إليها تكفي لإطعام نحو 4 ملايين شخص لمدة شهر. وكان لوكوك قد دعا الخميس الماضي ميليشيا الحوثي للسماح بالوصول إلى مخازن القمح الواقعة عند الأطراف الشرقية للمدينة. على مثل هكذا قضايا تشتغل الميليشيا التي دوما ما تختبئ وراء القضايا الإنسانية إذا ما اشتد عليها الخناق العسكري. لا يهم الميليشيا أن يموت آلاف اليمنيين جوعا أو قتلا، كل ما تسعى إليه تحقيق أهدافها. وأمام هذا التعامل تبدو الأمم المتحدة عاجزة تماما عن إيقاف الانتهاكات المتكررة، ودوما ما تكتفي بالبيانات والمناشدات. أبدأ النقاش مع ضيفتي من القاهرة المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي ريم ندى. أهلا بك أستاذ ريم. أهلا بك. لماذا لا تستطيعون الوصول إلى مخازن الحبوب؟ ما هي المصاعب والصعوبات أمامكم؟ هو مخازن حبوب البحر الأحمر لم تكن يعني لم يتمكن البرنامج الأغذية العالمي من الوصول إليها منذ سبتمبر في العام الماضي نظرا لاشتداد الصراع في هذه المنطقة وما حولها في الحديدة. فنحن نعرف أن منذ سبتمبر اشتد الصراع المسلح بصورة كبيرة والعنف في مدينة الحديدة وما حولها، مما أدى إلى نزوح عدد كبير من الأشخاص المدنيين. برنامج الأغذية العالمي منذ هذه الفترة لم يستطع الدخول إلى المنطقة التي فيها مخازن البحر الأحمر للتأكد من سلامة الأغذية. الحبوب هي عبارة عن حبوب، حوالي 51 ألف طن من الحبوب يكفي لقرابة 4 ملايين شخص. لم يتمكن البرنامج منذ ذلك الوقت من الوقوف على حالة المواد المخزنة هناك. طيب، منذ سبتمبر لم تستطيعوا الوصول إليها، هل تم التنسيق مع الأطراف الموجودة على الأرض؟ هل هناك طرف يعرقل وصولكم وطرف ربما يسهل أو باستطاعته مساعدتكم في الوصول إلى المخازن؟ كما ذكرت هناك حرب دائرة، حرب على الأرض، هناك عنف كبير في الحديدة، هناك مناطق لم يتمكن برنامج الأغذية العالمي من دخولها نظرا لأن يجب أن نضع في الاعتبار سلامة العاملين وسلامة موظفو الإغاثة أيضا حتى يتمكنوا من البقاء على قيد الحياة حتى يستطيعون مواصلة أعمالهم أعمال الإغاثة في اليمن. ونحن نحاول
الوصول إلى أو فتح ممر آمن إلى مخازن البحر الأحمر. ونحن يعني نناشد كما قلنا في السابق وفي العام الماضي وقف القتال حتى يتمكن البرنامج من الوصول إلى المستودعات التي بها أغذية للبرنامج، كذلك الوصول إلى كل المناطق اليمنية. البرنامج الأغذية العالمي يواجه صعوبة كبيرة في التنقل حول اليمن، هناك حرب في اليمن لها 4 سنوات، وفي المقابل هناك برنامج الأغذية العالمي الذي يوفر مساعدات غذائية لعشرة ملايين شخص، هذه أكبر عملية إغاثة بالعالم. يوفر هذه الأرقام لحوالي ثلث سكان اليمن في ظل حرب دائرة في أغلب المدن اليمنية. طيب، إذا كان نصف مليون كيلومتر تقريبا مساحة اليمن تجدون فيها الصعوبة في التنقل كما تقولين سيدة ريم في الوصول لمساعدة الناس، لكن تتحدثي عن صعوبة في الوصول إلى مخازن الغذاء العالمي من سبتمبر، يعني نحن الآن في الشهر السادس تقريبا، لماذا لم تبحثوا عن بدائل؟ لماذا لا توجد مخازن أخرى ربما في المناطق المحررة بديلة عن هذه المخازن التي لم تستطيعوا الوصول إليها من سبتمبر في الحديدة؟ نحن نستعمل كل يعني لنا مخازن حول اليمن. عمليات برنامج الأغذية العالمية الإغاثية والمساعدات الإغاثية لم تتوقف ولا يوم واحد منذ سبتمبر العام الماضي، ولكن اشتد الصراع في الحديدة، وكان برنامج الأغذية العالمية يستخدم هذا المستودع، وكان هناك أغذية مخزنة في هذا المستودع لم نستطع الوصول إليها. هو مثل تماما يعني أن يشب حريق في بيت شخص وهو خارج البيت، لا يستطيع الرجوع إلى البيت مرة أخرى. شكرا جزيلا لك ريم ندى، المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي من العاصمة المؤقتة عدن. ينضم إلينا نائب رئيس اللجنة العليا للإغاثة جمال بلفقي. أهلا بك أستاذ جمال. المنسق العام للجنة الإغاثة. أعتذر، المنسق العام، ممكن أن نعدل الصفة على المنسق العام للجنة العليا للإغاثة. للجنة العليا للإغاثة، أنا أعتذر عن هذا الخطأ. أستاذ جمال، لو نبدأ إذا كان لكم من تعليق عن الأزمة الحاصلة، وربما هي الآن برزت على السطح بالبيان المشترك الأخير الذي صدر عن جريفيث ولوكوك، كيف تنظرون إلى هذه الأزمة وما إلى أي حد يمكن أن تساهموا في حلها؟ الحقيقة أولا قبل كل شيء نشكر برنامج الغذاء العالمي الذي صرح في عملية الانتهاكات الحوثي في خلال الفترة الماضية بانتهاكات الحوثي في عملية التعسف للإغاثات والانتهاكات الحوثية، لكن عملية بالذات عن نظام الغلال اللي هي طبعا أكثر من مرة يتم استهدافها، كذلك يعني ال 151 ألف طن من القمح الذي تم إحراقه والآن لم يسمح بالوصول إليها عبر الأمم المتحدة لوصول إلى 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 طرق آمنة. الحقيقة تعنت الحوثيين في هذا المجال، أولا الورقة الإنسانية انكشفت أمام العالم أن الحوثيين لا يلجؤوا للسلام، كل عملية التعذيب المواطن اليمني ومحاصرتهم يعني حوالي مليون شخص في الحديدة من خلال من يونيو افتر اكتوبر من 2018 تم تهجيرهم وكلهم توجهوا نازحين لعدة مناطق. وجود يعني الاتفاق السويد اولا وجود طرق امن للوصول للاغاثات الى جميع انحاء الجمهوريه خاصه بالذات المحاصرين في المناطق التي تحت سيطرتهم. نحن باللجنه العليا للاغاثه نحن قد سبقنا ان نطلب منهم اجراءات حاسمه في عمليه اولا من التشخيص الى التنفيذ. بالنسبه لليمن كلها تحتاج الى وصول اغاثات. نحن حددنا 5 مراكز اغاثيه بتوجيهات من فخامه الرئيس عبد الله منصور هادي بان تكون 5 مراكز اغاثيه حسب القرب الجغرافي لكل منطقه. الى جانب هذا كله نحن يعني البرنامج الغذاء العالمي عن طريق الحكومه اليمنيه عن طريق يعني ستحدد لهم كثير من المراكز الاغاثيه. طبعا في محافظه عدن اللي هي العاصمه الاقتصاديه 4 هكتار متر مربع ستعطى لهم من اجل بناء مخازن في عدن، نقل مراكزهم الى المناطق المحرره والاستفاده من 22 منفذ بري وبحري وجوي لايصال المستعدات بالتعاون مع اللجنه العليا للاغاثه وشركائها. نستطيع ان نصل جميع المحافظات بهذه المرافق الموجوده بطرق امنه وسليمه لجميع المواطنين.
طيب تقديركم لحجم الإشكالية الموجودة الآن في الصعوبة لوصول إلى المخازن الحبوب؟ طبعا تقديرنا هذا يزيد صعوبة في عملية الضرر بالنسبة للمواطنين وبالنسبة حتى للانتهاكات المستمرة. يجب أن يكون في قرار حاسم للأمم المتحدة لإلزام الحوثيين بعملية بفتح على الأقل مناطق خاصة ومناطق آمنة ومناطق خضراء لإيصال المساعدات. إذا لم قبعة الأمم المتحدة القبعة الخضراء لا تستطيع أن توصل لهذا الناس، فمن الذي سوف يصل إليهم؟ إذا لازم يكون في إجراءات جديدة وفي لازم يكون في اتجاهات جديدة، والحكومة الشرعية واليمن بشكل عام مسؤوليتنا أن توصل جميع المساعدات من أقصاه إلى أقصاه، ونحن مستعدين بالتعاون معهم، لكن يجب أن نقل بكاتبهم للمحافظة الاقتصادية عدن، لأن وجودهم في المناطق اللي تحت سيطرة الحوثي يكون تحت الإقامة الجبرية ويكون كذلك بعملية توجيه الإغاثات بالطرق التي هم يريدوها، ليس من أجل احتجاز وصول المحتاجين إلى مستحقيها، في كثير من المناطق محاصرة، في كثير من المناطق التي يجب أن تستطيع توصل إليها، توصل إليها من خلال الشركاء الموجودين، الشركاء الحاليين الموجودين مع المنظمات الدولية ليس مؤهلين لتوصل الإغاثات. يعني يجب أن يكون في تغيير في السياسة القادمة وتغيير في عملية وصول المساعدات بالطرق الآمنة بالجلوس مع الحكومة الشرعية. أربع قرارات مختلفة أجت ضد الحوثيين، ولحد الآن لم نسمع بأي قرار من القرارات تنفذ بالشكل الصحيح. أشرك معنا بالنقاش من فيينا رئيس منظمة سام للحقوق والحرية الأستاذ توفيق الحميدي. أهلا بك أستاذ توفيق. أهلا وسهلا بك وبضيفك الكريم. تعليقك على ما جاء في البيان المشترك لجريفيث ولوكوك، وأيضا هل هذا هو أقصى ما يمكن أن تقدمه الأمم المتحدة ومنظماتها فيما يخص الضغط اليوم لحل إشكالية ربما تتعلق بقوت اليمنيين بالحديث عن صعوبة الوصول لمخازن الحبوب وإمكانية تلف هذا المخزون؟ أنا أعتقد اليوم أن الأمم المتحدة مسؤولية قانونية وأخلاقية عن الوضع الإنساني والعسكري في اليمن، خاصة وأن اليمن اليوم موضوع تحت الباب السابع وهنالك قرارات واضحة صدرت بشأن اليمن. أنا أعتقد أن إدانة الحوثيين في أكثر من موقف وفي أكثر من قرار بشأن الإغاثة الإنسانية تعتبر خطوة جيدة، بل خطوة إيجابية جدا، خاصة وأن هنالك تقارير واضحة منذ زمن تحدثت عن استخدام هذه المواد الإغاثية للأغراض العسكرية من أجل إطالة أمد الحرب، ولم يكن هنالك أي تحركات. لكن اليوم الأمم المتحدة تحركت هذا التحرك وهو تحرك إيجابي، لكن أعتقد أنه تحرك غير كافي. الأمم المتحدة اليوم قادرة على أن تستخدم أوراق أكثر جدية وأكثر حذر وأكثر ضغطا على جماعة الحوثي، لأنه لا يمكن أن يكون هنالك مقبولا عقلا ومنطقا لدى المتابع أو لدى المراقب للشأن اليمني، ويرى أن جماعة الحوثي اليوم بإمكان تتحدى العالم بأكمله. اليوم جماعة الحوثي بإمكان العالم أن يستخدم أوراق ضغط أشد من أجل هذا الأمر. ما لم فأعتقد أنها ستكون هذه الأمم المتحدة عاجزة عن القيام بأي دور آخر أو بدور أكثر إيجابية من أجل إنقاذ اليمنيين. طيب هذه البدائل التي يمكن اللجوء إليها للضغط بشكل جدي، ما هي برأيك أستاذ توفيق؟ على سبيل المثال مثلا الضغط عن طريق مثلا الدول المقربة إليها مثل إيران على سبيل المثال، أو دول أخرى، مزيد من الحصار العسكري على سبيل المثال، تحريك الملفات الحقوقية لدى جماعة الحوثيين خاصة أمام القضاء الدولي. هنالك بدائل سياسية كثيرة بإمكان الأمم المتحدة استخدامها في هذا الجانب، قرارات أممية تعطي مزيد من التضييق، مزيد من الحصار. جماعة الحوثي بالنهاية نستطيع أن نقول هي التي تحتاج للعالم، وليس العالم هو الذي يحتاج لجماعة الحوثي، وهي التي بحاجة إلى أن تندمج في الإطار السياسي وليس العكس. لكن نحن نرى تخاذل يعني غير مفهوم بصورة أساسية بعيد عن قضية المصالح. أعتقد جماعة الحوثي اليوم تشتغل في مساحة تركتها الحكومة الشرعية على المستوى الدبلوماسي والمستوى السياسي في الخارج. أعتقد بأن هذه تشكل أحد الكوادح التي تسمح لجماعة الحوثي أن تتمدد وأن تتحرك بصورة أكبر، إضافة إلى
أخطاء كارثية ارتكبت سواء من دول التحالف أو غيرها سمحت لجماعة الحوثي أن تتحول إلى أداة ربما مدللة لاستخدامها في قابل الأيام. أعود للأستاذ جمال. أستاذ جمال، اليوم الحديث ربما انتشرت إلى نقطة التي يتم البحث عنها، توفير ممر آمن للوصول إلى مخازن الحبوب. هل توفير هذا الممر مع ظل استمرار المعارك كافي وسينهي ويحل هذه المشكلة، أم لابد من التفكير ببدائل أخرى؟ طبعا هو فتح الممر مهم جدا لإيصال للوصول إلى الإغاثة، لا تتلف الإغاثة ويستفيد منها الشعب اليمني. لكن الحلول الأخرى التي دائما نتحدث عنها وهي أنهم يستفيدوا من الممرات الأخرى في الجمهورية اليمنية في عدة محافظات، 22 ممر لإيصال الإغاثات إلى جميع مستحقيها بالطرق الآمنة الموجودة. لكن وجود دائما وجود الإغاثة تحت سيطرة الحوثي وتعنتهم في عملية عدم إيصال حتى المساعدات، حتى الآن المساعدات وصلت في أيديهم لن تصل إلى مستحقيها، فهي فتقدم هي بشكل الموالين لهم والمجهود الحربي. لكن عملية النقل الإغاثة للمواني تحت سيطرة الحكومة أو في المناطق المحررة، هذا يؤدي لضمان وصول الإغاثات بطرق آمنة لجميع المناطق في الجمهورية اليمنية حتى في صعدة. يعني ممكن نستطيع نحن في كثير من الأعمال الإغاثية عن طريق شركائنا توصل في مناطق كثيرة تحت سيطرة الحوثيين. لكن قبعة الأمم المتحدة مهمة جدا أن يستخدموها أو يخرجوا من صمتهم بالإدانة الصريحة بحيث أن العالم يعرف أن في تعنت موجود من جهة معينة، ونجيب يكشفوا أمام العالم أن من يقوم بعملية الانتهاك ومن يقوم بعرقلة العمل الإنساني والإغاثي للوصول للمواطنين. طيب، هذا التعنت رسميا من قبل المنظمات الدولية حتى الآن لم يذكر. يعني قبل قليل كانت معنا ريم ندى المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي، قالت نجد صعوبة في الوصول لكل المناطق داخل اليمن، هناك حركة مقيدة للعاملين في منظمتهم وباقي المنظمات. لا بالعكس، في المناطق المحررة توصل لجميع في المناطق المحررة عن طريق الشركاء، هم محددين الشركاء موجودين في جميع المناطق المحررة، وهم عن طريقهم توصل إلى إغاثات في جميع أنحاء المناطق المحررة. لكن الإشكالية عدم وصولها للمناطق التي تحت سيطرة الحوثي، ولهذا نحن نطلب منهم أن يستفيدوا من شركائهم الموجودين في المناطق المحررة بدعم الحكومة واللجنة العليا للإغاثة بإيصال المساعدات بطرق آمنة في عن طريق الشركاء للمناطق التي تحت سيطرة الحوثي. الطريقة الآن تقريبا 80% من العمل الإنساني والإغاثي يروح في ميناء الحديدة للمساعدات الإنسانية في المناطق اللي تحت سيطرة الحوثي. هذه المساعدات يعني هذا أدى إلى المجاعة وأدى إلى، يعني عندما أتكلم على المناطق اللي كانت اللي هي قريبة من 100 كيلو متر تعيش في مجاعات، الجميع في كثير من المناطق التي تحت سيطرة الحوثي تعينوا سكانها بالمجاعة وسوء التغذية. وهذا يطلب أن طبعا قانونيا مسؤولية الأمم المتحدة أن تصدر، يعني لازم تنقذ الشعب اليمني من سيطرة الحوثي أو تسمح للوصول للإغاثات بالطرق أكثر حرصا بقرارات حتى أممية. يعني لابد أن العالم لازم يفهم أن من يعيق العمل الإنساني والإغاثي ومن الذي لا تصل الإغاثات إلى مستحقيها. الطريقة هذه يؤدي إلى زيادة المعاناة للمواطن اليمني، إلى جانب زيادة المعاناة للمحاصرين، إلى ذلك إضافة إلى ذلك القصف في أحيانا في مخيمات النازحين. هذه عدم وجود الحماية الحقيقية، عدم وجود القرارات الحاسمة، كثير من المنظمات لا زالت لم تخرج من صمتها من أجل أنها تفصح بما يجول في المناطق التي تحت سيطرة الحوثي. هذا يؤدي إلى إلى إلى, 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 إلى تعنت تعنت الزيادة، يعني إذا ما يقولوا إذا لم يقوموا بهذه الإجراءات سيزيد تعنتا وسيزيد أكثر قوة وصلابة في عملية عدم الانتصار لأي أعمال إنسانية لإيصال إلى المناطق التي تحت سيطرتهم، وكذلك سيعيش المواطنين أكثر ظلما وأكثر يعني جوعا وفقرا. أعود للأستاذ توفيق الحميدي. أستاذ توفيق، بعد هذا البيان المشترك الصادر عن لوكوك وجريفيث، ما المتوقع؟ هل نتوقع تحرك جدي أكثر ربما ينهي هذه الأزمة فيما يخص مخازن الحبوب؟
لا أنا ما لا أعتقد أن الأمم المتحدة ستذهب أكثر من ذلك، خاصة وأننا نجد دائما أن هنالك نجد دائما مبررات تصدر من المبعوثين الأمميين أو من مكاتبهم بشان عدم اتخاذ خطوات جادة أو تصعيد الأمر بحجة أنهم وسطاء ولا بد أن يمسكون العصا من الوسط ولا يريدون أن يحسبوا على أي طرف من الأطراف. وهذا حقيقة هذا الموقف الغير واضح وغير حاسم اليوم، وهو الذي يغري جماعة الحوثي بالتمادي بصورة أكبر. رأينا حتى رئيس فريق لجنة فريق الانتشار الهولندي السابق تم إطلاق النار على سيارته، وجدنا لغة ركيكة صدرت من الأمم المتحدة دون أن توضح، دون أن حتى تشكل تحقيق، دون أن تدين بصورة واضحة. ثم رأينا بعد ذلك انسحاب لرئيس هذا الفريق، واليوم يؤتى برئيس فريق آخر. رأينا مخازن الغذاء في الحديدة تم استهدافها إلى حد واحترقت، ودون أن تشكل فريق تحقيق وتشير بأصابع الاتهام لطرف محدد، سواء كانت جماعة الحوثي أو غيرها هي التي تسببت في هذا الجانب وتدينه. واليوم هي نفس القصة، القصة المشكلة أن الأمم المتحدة تأخذ بجانب الحياد، لا نقول الإيجابي بل الحياد السلبي الذي غالبا يكون على حساب الضحايا ويفاق من الأزمة ويسمح للأطراف بالتمادي بصورة أكبر. وبالتالي هذا البيان يجب أن يكون أن يعقبه باعتقادي بيان أكثر تصعيدا وأكثر حزة، ويكون فيه إشارة واضحة لتحميل الأطراف المتسببة سواء جماعة الحوثي كما يشير البيان بصورة واضحة، ويهدد بتفعيل مجموعة من الإجراءات اللي قادرة الأمم المتحدة أن تتخذها بصورة قوية. لأن الأمم المتحدة نحن نتحدث عن العالم بإمكان مراقبة الحسابات، تجميع الحسابات، عقوبات، من منع من إلى غير ذلك، هنالك أشياء كثيرة قادرة أن تضغط بها على أي طرف من الأطراف يتمادى في هذا الجانب. طيب سؤال اخير استاذ توفيق، مع وصول المراقبين الامميين لوليسغارد ومن معه، هل يمكن لهذا الفريق ان يعمل ربما على توفير ممرات انسانيه ويخفف من هذه الازمه الانسانيه المتعلقه بازمه مخازن الحبوب؟ هذا هو المفترض، ومنذ البدايه نحن قلنا بان ملف الحديده هو في حقيقه الامر اتى أحد العناوين الرئيسية لتخفيف الأزمة الإنسانية، خاصة وأن العالم وقع في حرج أخلاقي وإنساني كبير بسبب الأزمة الإنسانية في اليمن، والتي غطتها الصحف الدولية ووكالة الأنباء والتقارير الصحفية سواء الأممية أو الإعلامية، وأصبح حديث الأزمة الإنسانية هو حديث الدبلوماسية الدولية. رأينا حتى رؤساء الدول، وظنينا بأن وضع الحديدة تحت المجهر هو من أجل فتح بوابة أساسية ورئيسية لدخول الغذاء إلى المناطق المتضررة، وميناء الحديدة هو أكثر الموانئ مؤهلا في هذا الجانب. واليوم بعد صدور القرار الآخر الذي هو بزيادة حجم بعثة المراقبين في الحديدة إلى 65 و 67، عددنا أعتقد بأن الأمم المتحدة بعد ما أتى المبعوث الجديد ووضع فكرة الممرات الآمنة تحت بعثة الأمم أو تحت إدارة الأمم المتحدة، نعتقد بأنها جادة. لكن هل الأمم المتحدة جادة لأن تحمي حتى هذه المقترحات وتطبقها على أرض الواقع ولو بالقوة ولو باستخدام كافة الوسائل والضغط؟ سيكون لها أثر إيجابي بلا شك، لكن إذا ظلت هذه الأفكار كما قلنا حبيسة المقترحات والتشاورات إلى غير ذلك، أعتقد بأن الأمر سيكون تعقيدا. إذا كانت الأمم المتحدة حتى اليوم عجزت على أن تحلحل ملف المعتقلين، وهو ملف واضح وجلي وليس فيه التعقيدات الكبيرة، فما بالك بميناء الحديدة الذي يرتبط بحسابات اقتصادية وحسابات استراتيجية وحسابات متعلقة بتهريب الأسلحة وحسابات متعلقة بزيادة الموارد المالية وحسابات يعني متعلقة بأشياء كثيرة جدا. وبالتالي أعتقد الأمم المتحدة ما لم تغير سياستها في إدارة الملف اليمني، أعتقد بأنها لن تحقق الكثير في هذا الجانب. توفيق الحميدي رئيس منظمة سامي الحقوق والحريات، شكرا جزيلا لك. أختم مع الأستاذ جمال بن الفقيه. أستاذ جمال، توفير أو
إيجاد بدائل فيما يخص مخازن، هل هناك إمكانية لوجود مخازن للحبوب بديلة عن الموجودة في الحديدة وأن تكون موجودة في المناطق المحررة؟ طبعا في مخازن صوام الغلال موجوده في عده مناطق، موجوده في عدن وموجوده في المكلا، وممكن يعني الامم المتحده هي برضه تجيب حبوب عن طريق الصوامع هذه الموجوده. وكذلك احنا زي ما يعني تحدثنا ان في ميناء عدن يعني اعطيت للبرنامج الغذاء العالمي مساحات كبيره لاقامه مخازن جديده وبايصال لخزن المواد الاغاثيه. طبعا هي عمليه بشكل عام تكون العمليه متكامله، هي ليس صوام الغلال فقط، في عمليه ايصال المساعدات للمستحقين هي اهم شيء، العمل الانساني والورقه الانسانيه والعالم كله، اتفاق السويد من اجل العمل الانساني، من اجل ايصال المساعدات، من اجل تخفيف معاناه الشعب اليمني. هذا يجب ان يعني طبعا تتحمله الامم المتحده والمنظمات الدوليه مسؤوليه قانونيه وادبيه، ان يجب ان يكون في ضغط شديد لايصال المساعدات وفتح ممرات امنه، اساس كل شيء، عدم الضغط على الحوثيين، هذا سيؤدي بكوارث كبيره يعني، وهذا الشيء فيجب ان يكون في قرار حاسمه وفي اجراءات سريعه بنقل مكاتبها ونقل الاغاثات في المناطق المحرره لوصول المساعدات لجميع المناطق. شكرا جزيلا لك استاذ جمال بالفقيل المنسق العام للجنه العليا للاغاثه، كنت معنا من عدن، وايضا الشكر موصول لضيفنا في هذه الحلقه. في الختام تحيه طاقم البرنامج ومنتج حلقه اليوم الزميل مهرب المجد.